الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في الحقيقة أنا استلمت شكوى اليوم من إحدى الأستاذات التي عملنا في مجال تدريس الأطفال اللغة العربية عبر الشبكة الدولية، وكانت الشكوى تنص على أن الطفل لا يجلس مطلقا على الكرسي، يصور الشقة، يلعب، يرقص، يقفز، لا يستمع أبدا إلى الدرس، إلى أن جاءت أمه وضربته في آخر 10 دقائق حتى يستطيع أن يقرأ مع المعلم. وفي الحقيقة أيضا أن هذه لم تكن الشكوى الأولى، قد تلقيت شكاوى مثيلة خصوصا من قسم تدريس الأطفال، فقررت أن أقدم لكم هذه المادة التعليمية في تدريس الأطفال. منذ فترة ليست بالبعيدة استمعت إلى إحدى محاضرات الدكتور إبراهيم الفقي، وهو متخصص في التنمية البشرية، وكان يحكي قصة جلب نوع من أنواع القرود النادرة من الغابات، فقال: هل تعلمون كيف يصطادون هذا النوع النادر جدا من الغابات؟ إنه ليس بالشباك، لأن هذا النوع من القرود إذا أمسكته بالشبكة يتكسر، تتكسر عظامه. فقالوا إنهم يضعون مصيدة عبارة عن قفص فيه موزة، عندما يدخل القرد القفص ويمسك بالموزة يغلق عليه باب القفص، يظل القرد ممسكا بالموزة ويصرخ حتى يفتح له باب القفص، فلا يفتح له طالما أنه ممسك بالموزة، فلا هو استطاع أن يأخذ الموزة ولا هو استطاع أن يخرج من باب القفص حتى يأتي الصياد ويقبض عليه. وفي رأيي أن هذا ما نفعله نحن خصوصا بالتشبث بالتدريس من كتاب وبالتدريس بالطرق التقليدية وخصوصا للأطفال. خلوني أتكلم بالعامية شوية. في الحقيقة الطفل مظلوم جدا لما يكون طفل ما بين 3 أو 5 أو 7 سنوات أو 8 سنوات حتى، وأقعده على كرسي مرغما لمدة ساعة أو نصف ساعة حتى يتلقى مادة تعليمية. أنت بالشكل ده بتكرهه في التعليم، وفوق ده يروح المعلم آخر الحصة مديله الواجب، العقاب الأليم بقى بتاعه، الواجب. هو ناقص يعني واجبات؟ ما هو أصلا بيدرس في المدرسة والمدرسة بتديله واجبات كتير، بيقعد يحل فيها أسبوع، وأنت كمان بتزيد الطينة بلة، فبتيجي في عطلة الأسبوع الوحيدة اللي بالنسبة له تروح مديله كمان واجب، فأصبح عقاب ليه. فأنا حبيت أقدم بعض التوصيات للمعلم: لا تجعل الدرس عبئا إضافيا على الطالب. طيب ماذا أفعل؟ يمكن أن أقسم الدرس إلى أجزاء صغيرة. إحنا مش في مسابقة والله، مش لازم أكمل له الدرس كله، الطفل مش لازم ياخد صفحة كاملة، لا مش لازم، مين قال لازم؟ ممكن ياخد جزء بسيط ويردد فيه ويتدرب عليه ويلعب بالجزء ده، فيخرج من الدرس مستوعب لكلمة أو كلمتين أو 3 كلمات، ولكن استفادة كاملة، اتدرب عليها كويس، لعب، فهم، استوعب، حفظ الكلمات بناء على ذلك، وخلاص
ومش لازم أي حاجة تاني. لما أنت تعمل بالطريقة دي هتلاقي نفسك بتلعب مع الطفل، تلاقي نفسك بتغني مع الطفل، تلاقي نفسك بتمزح مع الطفل، يحصل الطفل عملية تشوق. اجعل الطفل متشوقا لدرسك بالمزاح واللعب بين كل الفقرات. عندك فقرة 5 دقائق ولعب 3 دقائق ولا دقيقتين، خليه يرسم. احنا في كليات التربية بانواعها، اذا كانت تربية طفولة ولا رياض الاطفال ولا تربية تعليم اساسي ولا غيرها، اخذنا استراتيجيات لما زهقنا في التدريس وتدريس الاطفال والتعلم بالاتقان والتعلم بالتجزئة والتعلم باللعب. ليش مش بنفعل هذه الاستراتيجيات؟ لماذا لا نقوم بتفعيل هذه الاستراتيجيات وان نطبقها في عملنا؟ واخيرا اقول لا ثم لا للواجب المنزلي. وهذه كانت بعض التوصيات الهامة. خلوني أقول لكم قصة قصيرة حدثت معنا مع إحدى الأستاذات هنا في هذا المركز. طالبة مدرستها بتعتذر لظرف من الظروف، حدث ظرف عائلي، فالمعلمة اعتذرت. ففوجئت إن الطالبة وأمها بيبعتوا خير، والبنت زعلانة جدا ان الدرس اتلغى، زعلانة جدا. والبنت بقى داخلة بتقول انا لا استطيع ان ابقى اسبوع اخر بدون هذا الدرس، لان البنت هي بتتلقى يوم في الاسبوع بسبب ظروف دراستها. بنت مجتهدة جدا جدا مع معلمتها، ورغم انها جربت كثير من المعلمات لكن هذه المعلمة اثرت فيها بشكل كبير. فبحثت وحضرت درس للطالب طالبة، فلقيت المعلمة بسم الله ما شاء الله بتعلمها لمدة دقيقتين ثلاثة، وبعدين تخلي البنت تكتب كلمة على برنامج الرسام وترسم رسمة، والبنت متحمسة ان هي تخلص القراءة بتاعتها علشان تكتب وترسم، فهي تقرأ سطرين مثلا ثلاثة كده وبعدين ترسم رسمة. وهكذا كان طول الدرس. هذه المعلمة طبقت استراتيجية واحدة، وهي اسمها استراتيجية التعلم باللعب. فخلت البنت متحمسة جدا، وبعد ما كانت مش حابة المادة التعليمية وعمالة تغير في الأساتذة وتغير في المعلمين وكذا، البنت أديلها حوالي أكثر من سنة مع المعلمة مش سايبها أبدا. ورغم أن واجهتها ظروف صعبة في سفر والدها، وأن والدها انتقل بها من مكان لمكان وتغيرت الظروف والظروف المعلمة قاسية، لكن ما زالوا يتحايلوا على المعلمة أنها تقبل تدرس في أوقات متأخرة، لأن البنت مش قابلة أبدا أن أي حد يدرسها إلا هذه الأستاذة. بارك الله في جهد الأستاذ. فهو ده اللي احنا بنقول، انت لما تدي طالب مادة تعليمية دسمة لطفل في السن ده وكمان قاعد على كرسي متكتف وبتدي له تكليفات، ده عقاب في وجهة نظري، ده عقاب. احنا مش في مسابقة، وبعيد الكلام تاني، مش لازم تخلص درس، مش لازم تخلص وحدة، مش لازم يا سيدي تخلص صف، امشي على امكانيات الطالب. درسه فقرة واحدة، درسوا مفهوم بدون كتاب اصلا، برسمة بلعبة، وهنشوف الكلام ده ممكن يتطبق. طيب ما هي الاستراتيجيات التي يمكننا ان نستخدمها في تدريس الاطفال؟ لو انا اتيت بصورة فيها شيء خطأ، غرفة غير منظمة، وقلت للطفل استكشف اين الخطأ، فقال مثلا كلمة غير منظم باللغة الإنجليزية أو غير مرتب، أستطيع أن أكتبها له؟ طيب الشخص الذي يعيش في هذه الغرفة ما صفته؟ فأعلمه كلمة مهمل، اكتشاف الفروق بين الصورتين، هذه أيضا ضمن هذه الاستراتيجية.
طيب استراتيجية الألعاب الخمسة، لماذا ومتى وماذا ومن فعل هذا؟ هل يمكن أن أستخدمها أيضا في هذه في مع الصورة؟ نعم طبعا يمكن أن أستخدمها. لماذا هذه الوردة مثلا متعبة أو مريضة؟ متى يذهب الولد إلى المدرسة؟ من فعل كذا؟ ماذا يحدث في هذه الصورة؟ استراتيجية الرسم، يمكن أن أطلب من الطالب أن يرسم ما أنطقه، أرسم كتاب، أرسم قلم، أرسم قطة. استخدام القراءة المصورة، ممكن أعطيه صورة وكلمة ويوصل، أو قصة مصورة أقرأها عليه وأستنتج منه هل فهم ما قلت أم لا. هذا تدريب فهم المسموع. استراتيجية التمثيل، ممكن أن أقول له الجملة وهو يمثل هذه الجملة، مثل صوت كذا، صوت القطة، مثل صوت الكلب، مثل صوت الأسد. هذا تعلم، وهو يمثل وأنا أكتب، أو أكتب له الكلمة وهو يمثلها بدون أن أقولها له، فمرة يتعلمها بالسماع ومرة يتعلمها بالكتابة. استراتيجية عروستي، أنتم تعلمتم أو أنتن بالتحديد تعلمتن هذه الاستراتيجية أكثر من مرة في الكليات. حل الألغاز، يعني القصة القصيرة، أستطيع أن أقول له قصة قصيرة جدا جدا وأسأله أسئلة عليها. أيضا باستخدام الألعاب الخمسة، التفكير الإبداعي وحل المشكلات، المشكلات البسيطة، وأيضا باستخدام الصورة، باستخدام مشكلة يسمعها. المهم يا إخوة، كفانا استخدام الأساليب التقليدية التي تجعل الطفل ينفر من الدراسة. أول شيء ينفر الطفل من الدراسة أن يتقيد بالكرسي. الشيء الثاني أن تجعل الدرس جاد جدا، هذا الطفل يحب المزاح واللعب. الشيء الثالث والأهم أنه يعرف أنه في نهاية كل درس يوجد عقاب اسمه الواجب. كفانا واجبات، كرروا مع الطفل في الدرس حتى يحفظ ويتعلم بالمرح، ويتعلم ما يريد أن يتعلم، وبالطريقة التي يريد أن يتعلم بها، ستجدون استجابات غير متوقعة بإذن الله تعالى. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، ويعني إذا كان هناك استفسارات أو أي تساؤلات أنا تحت أمركم، علقوا على الفيديو كما تشاءون، إن شاء الله نتعاون في الرد عليه. وجزاكم الله كل خير، وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه.